فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سمعت من برنامجكم في الإذاعة بأنه لا تجوز الصلاة خلف الجماعة في الصف إذا كان المصلي منفردا، ويجب الانتظار إلى أن يأتي شخص آخر لكي يصلي معه، فالمعروف أن الدين يسر، يسر كثير من الأمور، فهل للمصلي الذاهب بنية الصلاة لصلاة الفجر مثلا أن ينتظر حتى تفوته الصلاة إذا لم يأتي شخص آخر، وهل يكتب له أجر المصلي في الجماعة؟ نعم، ما ذكرت أنها سمعته صحيح عند بعض أهل العلم، ولكن القول الراجح أن الإنسان إذا أتى والصف تام فإنه يصلي خلف الصف وحده مع الجماعة وتصح صلاته، ويكتب له أجر الجماعة كاملا إذا كان أدرك من الصلاة ركعة فأكثر، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الرجل لا يستطيع أكثر من هذا، ليس له أن يجذب أحدا يؤخره، وليس له أن يتقدم مع الإمام، وما بقي إلا أن ينصرف ولا يصلي مع جماعة، أو ينتظر من يأتي وقد لا يأتي أحد، أو يبقى صافا وحده، وهذا هو المتعين. فالقول الراجح أنه إذا جاء الإنسان والصف تام فلا بأس أن يقف وحده ويصلي مع جماعة. نعم.